في حراسة المرمى هيكون خليل محمود خليل حارس المرمى رقم واحد، وهو اللي بيبدأ اللقاءات دايما. هنشوف النهاردة محمد إبراهيم مميح هو اللي بدأ اللقاء للأهلي. يرجع مرة تانية تقاطع أحمد الأحمر يشوف الكرة ويحرز أول هدف والتقدم لنادي الزمالك بعد دقيقة و12 ثانية وراضي النادي الأهلي. بس مباراة بادية سريعة ما بين القطبين عالم المحترفين. يلعب الكرة على الدائرة قطع حمد ناصر بيقول له قطع من جوه 6 متر الباك الشمال اللي عايز يعدي يلعب الكرة كويس قوي فيصل اللي عايز يمر كويس بقول لحضراتكم هو خد الكرة من بصالح النادي الأهلي يلعب الكرة الفولي عن طريق مودي اللي عايز يخترق كويس قوي وياخد رميه جزائيه بمهارته. اكرم بيهاوش اول مره ويحرز في تاني مره اكرم يسري على في ثلاثه قدام حضراتكم على التسعه وبيراقبوا في نفس الوقت عادل على القاله هجوميه تصدى سبايسي تصدى فلفل لاول الكرات لعب الكره عند احمد الاحمر اللي عايز يشوط الكره ولكن حائط صد كويس قوي من النادي الاهلي يجري مره ثانيه النادي الاهلي. فوكس سيفاني 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 اوه عايز يعدي يلعب الكرة قوية ميحي يعمل ريفليكس بعد حائط صد عمله المصري ويطلع الكرة لبره بعد مشوار في الجزيرة مع محمد ابراهيم طلع للاحتراف الخارجي رجع للنادي الاهلي عمل مشوار كبير قوي في نادي المعادي. محمد ابراهيم الحارس يلعب الكرة رمضان محصر هدف 4-2 لصالح النادي الاهلي ولكن فولي بيطلع بما افضل بعد ثلاث لقاءات. وجهه نظري نظام مهم قوي نهايه عالم المحترفين هذا الموسم من صالح الدكتور حسن مصطفى عايز يعدي يلعب الكره حلوه التمريره حلوه التمريره كره لاكرم يسري في الجناح اليمين لنادي الزمالك اللي يتعادل 4-4. رمضان عايز يعدي يلعب الكره حلوه قوي الفيصل صاحب القرار عايز يكمل المشوار تروح الكره لكاستيلو يا يا رميه جزائيه كاستيلو مباراه فرديه اهو فلفل يلعب الكره على شمال فلفل عند مودي يرجع مره ثانيه عند الفولي بيقول له روح وبيروح ولكن بيتصدى ميحه محمد ابراهيم بيشيل الكره كويس قوي يلعب الكره من وراه عند فيصل السرعه لكن احمد باك يمين يلعب الكره عند اكرم يوسف في الجناح اليمين يمرر الكره حلوه لشادي ياخد رام الرامي الجزائيه مباراه فرديه المره الثانيه ما بين الاثنين اكرم يسري وحميد ويحرز الهدف على يمين حميد خط خلفي يلعب الكره لكن تروح لنادي الزمالك اكرم يسري مودي اللي عايز يعمل هجوم الخاطف في الشمال لبكار ويحرز التقدم لنادي خمسه بعد 9 دقائق 15 ثانيه 11 هدف عايز يلعب الكره العادل تيجي في رجل عادل يلعب الكره عند فولي في الباك الشمال اللي عايز يمر يعمل خطوره ولكن ميحه هنا الضروره ميحه ريفليكس عالي قوي لعب مكان فوكس عايز يعدي راضي يلعب الكره كويس قوي رمضان اللي يعمل تقاطع قويه 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 من الخطوط الخلفيه محسن رمضان يلعب الكره قويه تمرير خط خلفي عايز يعدي يلعب الكرة لمودي اللي عايز يعدي اللي بيدخل كويس قوي دخول بقوة فاول مهم وحمدي ناصر عايز يعدي يلعب الكرة قوية ويتصدى فلفل يتصدى يرجع مرة تانية ياسين يلعب الكرة حضراتكم سامعين ايهاب محسن بيقول له كمل من غير فاول ويلعب فعلا يكمل ويكمل الخطورة ويلعب خلفي للنادي الاهلي اللي عايز يجري شادي ياخد الكرة فعلا خد شادي الكرة مع تقاطع الخط الخلفي تمرير خط خلفي عايز يعدي يلعب الكرة عند احمد الاحمر اللي مر الكرة كويس قوي في الباك الشمال عند ياسين يلعب الكرة لبكار ويحرز الهدف بكار ايهاب محسن لغاية لما ينتظم قدامه الدفاع تمرير يلعب الكرة قوية ويتصدى فلفل يتصدى راضي قافل على تصويبة قوية قوي خد قرار التصويب خد قدامه اللاعب لما تقف الكرة وجت في الإعادة هو خد قدامه اللاعب عمله زي ستارة عشان الحارس مرة تانية تمرير خط خلفي عايز يعدي مجدي يشوط الكرة برة عايز يعدي يلعب الكرة حلوة ويشوط الكرة بتجهيز في الخط الخلفي ياسين نعمل فعالية في الجبهة اليمين هو مجدي غير الخط الخلفي بالكامل يرجع مرة تانية عند مجدي اللي عايز يعدي شوط يشوط الكرة قوية لسه كنت بقول
10 7 ياسين يلعب الكره عند احمد سامح، احمد الاحمر عايز يعدي ويعدي ويشوط ويعمل خطوره، يجري نادي الاهلي يعمل خطوره من الشمال ويحرز الهدف سيسا. ادي الكره اللي فاتت عدى، خد اتنين مدافعين مع اوضه الحضرك وهو بيلعب بمهارته الفرديه هنا، عايز يعدي يلعب الكره لسامح يغير اتجاهه يسيب الكره كويس قوي لياسين يلعب الكره في جمله تكتيكيه لعبها لخالد وليد للخط الامامي، لازم في تحركات طبعا، بيحاول يعدي راضي لكن ياخد في الشمال عند ياسين عند سامح اللي يشوط الكره، احمد سامح اول مواسمه المنتقل من نادي ليدو لنادي الزمالك 13 عالم المحترفين. مره تانية عايز يعدي تقاطع لفيصل اللي بيمر صاحب القرار وياخد سيسا، مباراة فردية وينجح سيسا ويقلص، عايز يعدي سيب الكرة لسامح الفولي يلعب الكرة حلوة لبكار في الشمال، ولكن حميد 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 افضل حراس العالم في بطولة العالم للناشئين يتصدى للكرة في بطولة العالم للناشئين يتصدى للكرة وفلفل، الحارسين يتصدوا لكرتين متتاليتين في لقاء القطبين والمباراة، عايز يعدي قفل الدفاع للنادي الاهلي ولكن عنده الحلول فولي، عايز يكمل الهجمة السريعة لسه، عايز يكمل عايز يعدي عايز يشوط عايز يفوت يلعب الكرة، اوه راضي ده معادي ياخد رمية جزائية، سيسا ومجدي اللي خد المسؤولية دلوقتي في الرمية الجزائية، ما كان فلفل ولكن يقلص الفارق ازاي شالها، ده مهم جدا، يلعب الكرة مرة تانية سامح على الدايرة تروح لحميد، حميد نبيل شريف فيصل لاشين عايز يعدي لاشين، قلت لحضراتكم لاشين من وياخد فاول مهاجم فيصل لراضي لفيصل اللي عايز يشوط او يلعب على الدايره لياسر سيف، لكن فاول مهاجم عند احمد سامح اللي عايز ياخد ماموريه الاختراق والهجوم يلعب الكره يا على التمريره دي، لو جت الكره التناغم هنا طبعا ما بين الاثنين عالي، لعبوا مع بعض على المستوى، احمد حسام منعه من التصويب عايز ياخد قرار التصويب من الثبات ولكن حائط صد، بيدي رميه مودي اللي خد المسؤوليه يلعب الكره لمؤمن اول كراته في التمرير ياخد رميه جزائيه ودفاع من داخل الستة متر، حميد للرميه الجزائيه مباراه فرديه يهوش اول مره ويشوط الكره فوكس يلعب الكرة عند لاشين اللي عايز يمرر الكرة حلوة التمريرة حلوة عند ياسين، أحمد الأحمر في الباك اليمين عايز يمرر لشادي يقف الدفاع يشوط الكرة مودي صانع الألعاب عايز يرجع له الكرة كده لكن قافلين قدامه تمام، فيصل يلعب الكرة حلوة 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 يلعبها حلوة قوي لزيزو عبد العزيز ياب 16 13 يلعب الكرة في الشمال وياخد رمية جزائية دخول من داخل أكرم يسري يهوش اول مره ويحرز اكرم يسري في تاني مره، اشاره تحذير باللعب السلبي فوكس يجهز لاشين خويه العارضه معاه، مره تانيه مودي اللي يعمل تقاطع من وراء احمد الاحمر وثنائيه مش ممكن ثنائيه ما حلوه قوي، مره تانيه عايز يعدي فوكس عايز يشوط فوكس يلعب الكره عند لاشين 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 يقلص الفريق لاشين اربع اهداف عاليه عاليه يعني الامر ده موجود لتحديد الاول والثاني والثالث والرابع مش الاربع فرق هيلعبوا مع بعض دوره مجمعه، تمرير خط خلفي يجاز كويس قوي لفيصل اللي عايز يعدي يشوط ولكن قبله مدافع تمرير خط خلفي عايز يعدي يتصدى فلفل للكور، مرة تانية التمرير خط خلفي عايز يعدي يلعب الكرة يتصدى حميد لكن رمية جزائية، مباراة فردية هو وحميد يهوش أول مرة قوي، تمرير خط خلفي يلعب الكرة حلوة 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 يعدي حلوة قوي شبندل يا عدى بمهارة عالية قوي طلع للكرة حلوة قوي عدى ما بين الدفاعات بدربلاية عمل الشمال يعني عند أكرم يوسف
يلعب الكرة احمد لاحمدلك مرة تانية التمرير يقطع الكرة اكرم يوسف التمرير اولى هنا لازم تتشاط فولي يقابله المصري يعمل معاه رمية فاول مهاجم الكرة عند فوكس اللي عايز يعدي يسيب الكرة عند لاشين تقاطع عايز يشوط عايز يفوت يلعب الكرة في الجناح الشمال فلفل في الكرة اللي فاتت ايقاف مؤقت سامح عايز يلعب الكرة على الدايرة المصري يقطع التمريرة عايز يعمل خطورة يلعب الكرة عند فيصل اللي يعمل هجمة سريعة في اليمين ويقلص الفريق النادي الاهلي برمونتادا عالية برمونتادا عالية قوي فولي اللي خد الكارت الاحمر العلاج خلاص فاول مهاجم فاول مهاجم عايز يعدي يلعب الكرة مرة تانية المرة دي الكاستيلو تمرير سامح ياسين يلعب الكرة الأحمر يعدي سامح وياخد رمية يهوش الأحمر مع ميحة ويحرز 30 ثانية لقاء الخطبين الأول في ختام عالم المحتوى عادل بإيده الشمال يستلم الكرة حلوة بمهارة آخر جمال لو جت الكرة في العد عايز يعدي يرجع مرة تانية سامح لكن في ايقاف مؤقت لمين ياسين حسام يلعب الكرة لسامح يلعب دخول بقوة عايز يعدي لفيصل يلعب الكرة لاشين يلعب الكرة ويتصدى فلفل الكرة ليها تمن بقى في الشوط الثاني يلعب الكرة في الجناح ولكن تتقطع ناصر عايز يعدي قطع له من الجناح يعدي حسام يشوط كرات في اللعب المنظم عايز يلعب الكرة على الدايرة يدي تحت فرصة فلفل يلعب الكرة لشادي انفراد مع حميد ويحرز الهدف شادي 21 الزمالك خط خلفي عايز يعدي يلعب الكرة العادل على الدايرة هايلة يستلم الكرة عادل من على الدايرة لوحده خالص 21-19 خلفي مرة تانية تقاطع احمد سامح اللي عايز يكون الكرة ولكن حميد يمنع الخطورة حميد يتصدى للكرة حميد الكرة اللي فاتت هاني 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 وفوكس يعدي دفاع 6-0 محكم المساحات خطوط العرضية الدفاعية ولكن المهارة غير عادية احمد احمر شوف الكرة دي ايقونة كبيرة لكرة اكرم يسري هيشوط الرمية الجزائية حميد مباراة فردية وبيس يلعب الكرة للاشين لاشين يلعب الكرة عند فوكس اللي عايز يعدي وايقاف مؤقت دقيقتين تمرير خط خلفي لاشين راح على مركز صانع الالعاب يلعب الكرة عند فوكس لكن تقطع من المميزات الاساسية عنده من المميزات مرة تانية يشوط الكرة يا سيدي لجنة الحكام راقب المباراة بيقعد دكة البدلاء ولكن تقطع الكرة لسه بقول هو عنده مميزات كتير احمد مومنس الدقيقة 17-20 ثانية قمة الإثارة والمتعة فوكس يلعب الكرة في الجناح عايز يشوط الكرة ولكن تروح الخطورة لفلفل إيهاب محسن بيقول له امسك الملعب بيجري عايز يمسك ايده الجملة التكتيكية احمد الاحمر هياخد يلعب الكرة عند ياسين اللي عايز يشوط يلعب الكرة عند سامح عايزين يفتح ثغرة لكن دخول بقوة الافضل من ثلاث لقاءات هيكون بطل محترفين هذا الموسم لاشين قلت لحضراتكم لاعب قوي جدا في الباك اليمين في الاوضاع العاليه في الهجمات هنشوف احمد الاحمر يلعب الكره عند ياسين لكن تروح الكره لحميد يا حميد يا حميد اثنين انفراد في الميعاد كان فيهم حميد هذه اشاره تحذير باللعب السلبي يلعب الكرة عند مجدي اللي هيلعب الكرة مرة تانية الراضي من الثبات عنده مهارات عنده مهارات راضي يلعب الكرة ويقطع خلفي مرة تانية عايز يعدي عند سامح يلعب الكرة في الجناح وحميد بنجاح وحميد بنجاح ثلاث كرات متتالية في انفرادات يلعب الكرة وياخد بنجاح ثلاث كرات متتالية في انفرادات يلعب الكرة وياخد انفراد قمة الإثارة والمتعة مباراة فردية مع مجدي أحمد حسام يلعب الكرة للسامح ويتصدى حميد
يرجع مرة تانية عند احمد سامح اللي شوت الكرة وحال صد من ياسر سيف وتروح الكرة عند كاسليلو. يلعب الكرة عند راضي اللي يلعب الكرة ولكن احمد مجدي ريفليكس مرة تانية. سامح عايز يعدي يلعب الكرة على الدايرة لكن تروح للنادي الاهلي تتنال على طول في هجوم سريع وانفراد مع مجدي ولكن احمد الاحمر يلعب الكرة عند مودي اللي يلعب الكرة عند احمد الاحمر اللي بيدخل محمد الاحمر من الباك اليمين يتعادل 24-24. احمد الاحمر بص حضراتكم لاشين راضي يلعب الكرة عند مجدي اللي يشوف كرة قوية بمرة طيران مرة سبورتنج مرة تانية عايز يعدي طلع الجيش في 2007 حصل عليها مرة واحدة يلعب الكرة ويحرز الهدف يتقدم نادي الزمالك 25 هو اللي هياخد المضمون وهياخد بطل عالم المحترفين. سيف يلعب الكرة مرة تانية لفيصل اللي بيتعادل احمد يلعب الكرة لسامح راح على مركز صانع الالعاب يشوط الكرة بره تاريخ كبير ياسر لبيب طبعا رئيس الجهاز. مرة تانية تمرير يلعب الكرة لفيصل اشبنجل مرة تانية ويتصدى مجدي في هزيز بيهوش كاستيلو مع فلفل ويحرز التقدم للنادي الاهلي 26-25. مودي قطع الكرة المصري لكن ياخد رمية حرة المصري باللعب السلبي لاشين فاول مهاجم عددية الزمالك دلوقتي بيلعب بزيادة عددية خلاص مفيش باقي ثواني مودي الكرة تتقطع وعنده مهارة فردية